السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنعمل فيديو بسيط عشان نشرح فيه منظر لشارع، إزاي نعرف نرسم شارع ومجموعة من البيوت زي يمكن احنا واخدينه بلقطة من الايه بالكاميرا. الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن المنظور وتعريفه واتكلمنا عن قواعده، والنهاردة ان شاء الله في الفيديو دوت احنا هنطبق على اللي خدناه، بحيث ان اي حد يقدر يرسم اي منظر يكون شكله جميل جدا ويكون بطريقة سهلة وما يتعبش فيه خلاص، ويحببه ان شاء الله في ايه في الفن وفي الرسم. تمام، هنبدأ النهاردة نعمل منظور على نقطتين لمجموعة من البيوت ومعاهم ايه بالشارع خلاص. طيب، اول شيء احنا هنعمل خط الافق اللي احنا قلنا عليه مرة اللي فاتت. ادي خط الايه الافق، هو الخط كده تمام، خط الافق. بعدها ابدا هاخد مثلا خط هنا اللي هو خط القياس اللي اتكلمنا عليه قبل كده، ويكون شكل عدل كده ومستقيم، ما يكونش ايه ما يكونش مايل تمام. طيب، بالنسبه للشكل اللي انا عاوزه او البيت، انا هحدد ارتفاعه. حددت مثلا ارتفاع البيت وليكن هنا، الارتفاع بتاعي انا عملته لحد هنا في النقطه. طيب، من تحت انا عاوز البيت اخره لحد فين، وليكن مثلا اخلي البيت مثلا لحد هنا. يبقى في البدايه اعمل نقطه، اعمل خط الافق، وبعدين احدد عليه نقطه الهروب الاولى، وبعدين نقطه الهروب الثانيه، وبعدين اخد خط القياس وابدا بخط القياس ارسم النقطه اللي هتحدد ارتفاع البيت ايه في اوله وفي اخره تمام، وابدا بعدها اوصل من خط الايه اللي هي النقطه دي بنقطه الهروب، نقطه الارتفاع بنقطه الهروب الاولى، ومن هنا نفس الشيء على نقطة الهروب الثانية. خلاص كده. طيب، هي فكرة البيت ازاي؟ بسهولة، هي عبارة عن ايه؟ عندنا مثلا مستطيلة تمام؟ المستطيل ده هعمله نقطة هنا جنبه، وبعدين اشوف الزوايا القريبة للنقطة دي مين؟ هي دول، او موصل بخط من هنا وبخط منين؟ من هنا. طيب، احدد بقى ايه المسافه بتاعه الجنب الخاصه بالبيت لحد هنا وليكن مثلا كده، اصبح البيت ايه ثلاثي الايه الابعاد. ابدا امسح بقى الجزء ده خلاص، مش محتاجه دلوقتي تمام. يبقى كده اصبح عندي ايه البيت بشكل كامل وبصوله خالص ومجسم خلاص كده. نرجع لموضوعنا تاني. اول بيت انا عايزه احدده فيه، احدد البيت الاولاني مثلا وليكن هنا مثلا كده، واخد ايه اخد خط موازي للخط اللي انا ايه هشتغل عليه تمام. بس في حاجه، احنا قلنا هنا نحدد الايه الارضيه بتاعه البيت او بدايته، بالتالي لازم اوصلها هي كمان على خط الايه على نقطه الايه نقطه الهروب، ومن هنا نفس الشيء برضه اوصلها على نقطه الهروب خلاص. هبدا بعد كده احدد وانزل على الخط ده، عايز المبنى لحد هنا. طيب، اقوم جاي موصل برضو لحد هنا، بشرط ان الخطوط دي كلها تكون متوازية، يعني ما يكونش فيهم خط مايل. اي خط رأسي يا جماعة لازم يكون عدل كده زي القلم، ما يكونش مايل ليمين ولا مايل شمال خلاص كده. طيب، بعد كده خلاص انا كده حددت الايه حددت جسم البيت بتاعي. خلاص يا جماعه. طيب، حبيت اعدل امسح حاجه مفيش مشكله خالص تمام. ادي اصبح عندي ايه الجنب الاول من البيت، وده الجنب الثاني تمام. تمام، ابدا بعدها احدد البيت الثاني. البيت الثاني هيكون جنب البيت الاول خلاص، فهبدا اخد ادي اول نقطه منه انا عايزه مثلا هنا، فاخد خط برضو عدل زي الخط ده، كاني مثلا بعمل ايه رقم واحد وجنبه رقم واحد تاني، وانزل على نفس الخط اللي متهرب لنقطه الهروب اللي تحت ده اللي انا محدده. البيت الاولاني دوت الخط بتاعه حدد لي كل القواعد بتاعه البيوت، وارتفاعه حدد لي اللي فوق دوت كل الارتفاع بتاعه البيوت تمام. وابدا مثلا عايزه لحد هنا. طيب ماشي، اعمل لحد هنا، ادي واحد
النقطة اهي، وده النقطة التانية، وانزل برضو عادل زي ما قلنا عادل، ما ينفعش اميل الخط، وابدأ احدد هنا. ادي اول جنب للبيت، ادي اول جنب زي الاول جنب ده. طب الجنب التاني دوت انا وديته فين؟ كانت النقطة دي زي النقطة دي صح، والنقطة دي شدتها على ايه؟ على الهروب الشمال. يبقى نفس الحكاية، دي نقطة الهروب الشمال وتروح على هنا اهي. يبقى منين يا جماعة؟ خدت من نقطة الهروب وللنقطة بتاعت البيت، وصلت الايه؟ وصلت الاتنين ببعض اه كده زي ما انتم شايفين. طب واللي تحت نفس الشيء، كانت هنا النقطة اللي وديتها للهروب، دي زيها بالظبط، يبقى لازم ناخد برضه نفس النقطة على الهروب اهو. وحاولوا تعملوا بايديكم كده على طول، اللي ما يعرفش يجيب مسطرة، لكن حاول تعود ايه ايدك ان انت تشدها على طول على ايه؟ على نقطة الهروب كده. تمام؟ يبقى ده أول بيت، ده تاني بيت. طيب حبيت أعمل بيت تالت. وعلى فكرة يا جماعة ممكن الجزء دوت لما أمسحه كده خلاص بقى شارع. يعني انا حبيت اعمل شارع هنا اه شارع اه اصبح ده شارع. لو انا رسمت فيه هنا انسان ينفع؟ اه ينفع ارسم فيه انسان. لو انا رسمت فيه هنا انسان وخليته ماشي اه والله ينفع. اه يا جماعه اهو بسيط خالص اهو، وده انسان اهو خالص بسيط بشكل بسيط اهو، ودي رجوله واللي لابس الشوز بتاعه اهو خلاص. واصبح ده ايه؟ الانسان اللي ماشي وداخل الشارع ده. ممكن يكون شايل حاجة، ممكن ما يكونش شايل حاجة، يعني ايه مفيش مشكلة زي ما تحبهم. المهم يعني حبيت اعرفكم ان كل شيء انتوا بتتخيلوه تقدروا ايه تنفذوه على الرسم بالمنظور، ماشي الحال؟ زي كده. طيب لو حبيت ارسم كمان بيت مفيش مشكلة، تعالى بهنا شوية اخد البيت اهو الخط، وبعدين اخده لحد هنا ماشي الحال اهو. طيب وبعدين اهو حددت كده، وابدا نفس الشيء، النقطه دي زي النقطه دي زي النقطه دي، واسحبها على الهروب على نقطه الهروب، يبقى كده خلاص. كذلك النقطه دي اهي على نقطه الهروب اهي زي دي، ماشي الحل؟ طيب يبقى عندنا النقطتين الهروب هم اللي بيحددوا لي كل الاتجاهات اللي برسم فيها بشكل صحيح خلاص. طيب الناحيه الثانيه، هل عايز ارسم مثلا هنا بيوت؟ والله براحتك. اه عايز ترسم تقدر ترسم، هتحدد برضو هنا وتبدا تاخد خط عدل اهو على الورقه، وتبدا تحدد الجنب. ادي الجنب الاولاني تمام اهو للبيت، حدد في الحدود دي كده خلاص اهو تمام. وابدا اعيد على الخطوط علشان تتظبط. طيب هنا النقطة دي هل اخدها برضه على نقطة الهروب؟ لا ده انا اخدها على نقطة الهروب اليمين، يبقى الجنب اليمين باخده على نقطة الهروب اليمين، الجنب الشمال اللي زي ده اخده على نقطة الهروب الايه؟ الشمال. يبقى اخد النقطة اهي بايدي كده اهو واحط الجنب. نفس الشيء من تحت اهو احط الجنب. تمام كده يا جماعة وضحت؟ طيب عايز اعمل بيت صغير، في حاجة ملحوظة عايزين نلاحظها، عايزين نأكد عليها، ايه هي؟ ان لو انتم ملاحظين البيت الاول شوف كبير ازاي، بعد كده كل ما بتتجه عند نقطه الهروب بيقل شويه وبيصغر، البيت الثاني بدا يصغر اكتر، يبقى كل شويه البيوت بتقل لحد ما اروح فين وتختفي عند نقطه الهروب. كذلك من على الشمال نفس الحكايه. طيب انا عايز اخد كمان بيت اهو ماشي مفيش مشكله، ولكن المسافه ديت كده كبيره شويه خلاص، يبقى انا مش هكبرها ولكن ايه هصغرها شويه، هضيقها عشان يديني ايه احساس بان بالبعد خلاص. وابدا اخد على الخط ان شاء الله للاخر لحد ما البيت الجنب بتاعه بدا ايه يختفي ومش باين خلاص عادي خالص. وابدا اخد ده نفس الشيء على نقطه الهروب اهو، واخد ده نفس الشيء على نقطه الهروب اللي تحت. سهله كده يا جماعه؟ كده في مشكله؟ طيب واحد يقول لي طيب ممكن اعمل هنا مثلا اشجار؟ اه ماشي اعمل اشجار براحتك، اعمل هنا شجره براحتك مفيش مشكله خالص زي ما انت تحب. اي اعمل مثلا شجره كده، طبعا بس شجره تكون صغيره، الشجرة تكون صغيرة ليه؟ لأنها المفروض في الآخر. طب الشجر هيبقى أكبر شوية؟ أه هيبقى أكبر شوية، فأعمل له خط إيه؟ من نقطة الهروب علشان يعلى معايا شوية أهو. حتى لو درف في جزء على البيت عادي، لأنه قبل البيت، لما يكون الرسم قبل البيت، العنصر اللي برسمه قبل البيت أو قبل الشيء اللي وراه فبيدار عليه في جزء منه، مفيش مشكلة خالص. تمام؟ طيب حبيت أرسم مثلا شجر تاني ورا زيادة عادي أهو براحتك خالص، ماشي الحل؟ الأمور كلها إيه؟ سهلة ومتاحة. ماشي يا جماعة؟ اه شجر كمان وهكذا. تمام يا ولاد؟ تمام يا جماعة؟
طيب بالنسبة لإما مثلا أعمل، حبيت أعمل رصيف، هخلي الجزء ده كأنه الرصيف اللي قدام العمارات كلها. سهل جدا، هحدد أنا مثلا عايز نقطة من هنا، عايز الرصيف مثلا يكون ارتفاعه زي الجزء ده كده، خلاص ماشي. أقوم واخد الجزء ده ومهربه على فين؟ على نقطة الهروب دي. هنقلله شوية عشان حاسس ان هو كبير كده اوي. خلاص وابدأ ايه اظبطه شوية. تمام، والجزء دوت هيبقى كده، شايفين يا جماعة ايدي كده، وانزل بده كده عدل. خلاص طيب بعدها نكمل الرصيف ده معانا، ده نهايته اهو. خلاص بالنسبة لهنا دي لازم تكون عدلة، واللي بعدها برضو لازم تكون عدلة، واللي وراها لازم تكون عدلة، ودي تكون عدلة، كل دوت لازم يكون ايه عدل، ما ينفعش يميل، وهكذا نفس الشيء هنا نفس الحكاية. طيب مش ملاحظين حاجة؟ بدأنا ايه، بدأنا نصغر المسافات لحد ما ايه، ما حسيت ان هي خلاص بدأت تتلاشى. يبقى اول مساحة تكون كبيرة، بعدها اقل اقل لحد ما تختفي. تمام، زي ما عملت هنا في الرصيف اللي على اليمين، هبدأ اعمل ايه في الرصيف اللي على الشمال. بالمناسبة بالنسبة للمنظور، انا هنا عملت واستخدمت مجموعة من البيوت. طيب هل اقدر ان انا استخدم حاجة غير البيوت؟ يعني مثلا اقدر استخدم اشجار، اعمل اشجار؟ تقدر تعمل اشجار. طيب اقدر اعمل ناس ماشيين او واقفين كانهم واقفين ورا بعض في طابور او كده؟ اقدر اعمل ناس واقفين ورا بعض بالمنظور. يعني مش شرط بس اعمل بيوت، لا، انا اقدر اعمل اي حاجه طالما فهمت القاعده، وفهمت ان في عندي نقطتين هروب وكل الخطوط بتهرب منهم، وفهمت ان اي خط راسي هو عدل موازي للورقه دي من هنا وموازي للورقه دي من هنا وما ينفعش يكون مايل، واي خط عرضي لازم يكون موازي للورقه كمان من تحت وموازي للورقه من فوق وبرده ما يكونش مايل، وباقي الخطوط كلها التانية تتهرب على نقطتين الخروج نقطتين الهروب. في الحاله ديت اقدر ان انا اعمل اي رسمه بالمنظور طالما فهمت الايه، طالما فهمت القاعده. خلاص طيب تعالى بقى نكمل. طيب عايز اعمل مثلا الاول تفاصيل، بنعمل تفاصيل مفيش مشكله. الخروط بقى ليها المساعده دي، خلاص انا مش محتاجها دلوقتي، خلاص هبدا بقى ايه اشيلها، او ممكن ابقى اعمل عليها الايه الابواب بتاعه العماره. طيب حبيت مثلا هنا اعمل باب، ينفع اعمل باب؟ والله ينفع اعمل باب. اخد من هنا يا جماعه خط من هنا من نقطه الهروب اهو، والخط ده مثلا هقول ان هو الخاص بايه، بابواب العمارات، طبعا على الجزء اليمين بس، ما ينفعش اخد نفس الخط على الجزء الشمال، الجزء الشمال ده لا. خلاص معلش انا مسحت يبقى الخط ده هو اللي هعمل فيه العمارات من نورة الهروب اهو، احدد وما ينفعش اخده هنا. امال هنا احدد ازاي؟ هنا احدد من الناحية التانية اهي زي ده كده، هو متحدد له. خلاص ابدا اخد هنا اول باب للعمارة عايزه مثلا بالمسافة دي، تمام مفيش مشكلة، وانزل هنا عدل، وانزل هنا ايه عدل. وضحت؟ طيب انا حبيت اعمل مثلا مدخل للعمارة، ماشي عايز اعمل ايه مدخل للعمارة. المدخل للعمارة اجي من نورة الهروب الشمال، لان ده هو اللي انا واقف هنا اهو في خط القياس الاساسي، انا شايف من هنا الزاوية دي، مش شايف الزاوية دي، الزاوية دي هي اللي باينالي، الزاوية ده هي اللي باينة مش دي. يبقى انا هعمل الايه الخط من على نورة الهروب الشمال كده، شايفين يا جماعه كده. خلاص طيب انا مش طويل قوي كده، لان انا هاخد بس جنب كده بسيط واعمل الباقي دوت ايه الارضيه بتاعه المدخل اهي. تاني علشان اجي اعمل الباب بتاع العماره، انا عندي نقطه هنا الاولى ونقطه هنا الناحيه الثانيه، عشان احنا بنشتغل على نقطتين، نقطتين هروب. تمام خلاص انا هاجي هنا الاول ابدا احدد ارتفاع الباب، وليكن ارتفاع الباب من هنا، خدت الايه من نقطه الهروب ارتفاع الباب من هنا اهو، وانزل بالجزء ده كده من هنا، وانزل بالجزء ده من هنا موازي للخط ده، عامل زي ايه، واحد عدد واحد وعدد واحد تاني وكمان واحد واحد اهو جنب بعض.
تمام. طيب انا عايز اعمل مدخل للبيت دوت، ما ينفعش اخد بقى من نقطه الهروب هنا. ليه؟ لان انا شايف الجزء الاكبر من هنا، من الزاويه دي مش من الزاويه الثانيه، فاقوم واخد الايه النقطه المقابله للزاويه اللي هي اللي بشتغل فيها اهي، واعمل اعمل خط كده اهو، وامشي على الحاد في الزاويه دي كده تمام. طيب اعمل خط كده هنا واقف، اللي هو يعتبر الجدار، وبعدين اعمل خط عدل اللي هو ايه المدخل اهوت، واظلله بالشكل ده. اصبح كده انا عندي الايه الجدار اهو، طبعا الجدار ده هيبقى منور لان النور جاي من هنا. وابدا هنا اعمل ايه، اعمل الخط بتاع باب البيت، واعمل له مثلا اكره هنا، واعمل له اكره هنا بالشكل ده. اصبح كده الايه الباب اهوت بتاع البيت ايه واضح تمام. يبقى ده الباب والمدخل بتاعه تمام كده. ماشي يا جماعه، هنا في شويه ظل بسيط عشان ايه الاضاءه جايه من هنا، فالظل هيبقى الناحيه دي خلاص. طيب لو حبيت اعمل شبابيك نفس الحكايه، هاخد هنا ارتفاع الشباك احدده اهو كده وليكن ده، ده ارتفاعه، واخد ايه خط هنا اهو وخط هنا لايه نهايته، واوصل الاثنين مع بعض، وهنا نفس الشيء اوصل الاثنين مع بعض. انا ماشي على ايه، على الخط ده اهو اللي هو بتاع الهروب، هربت الشباك من هنا وهربت الشباك التاني برضه من هنا على نفس النقطه دي. طب لو عايز اعمل هنا شبابيك في الواجهه نفس الشيء اهو، بس منين؟ من النقطه دي مش من النقطه دي خلاص. يعني احدد برضه الارتفاع اهو بتاع الشبابيك اهو، وامشي على الخطوط دي، الخطوط دي هي اللي ايه هي اللي بترشدني للرسمه، وابدا اخد برضه خط من هنا. او لو عايز اعمل يافطه مثلا عياده طبيب او صيدليه او اي حاجه بعملها على نفس الخطوط، عايز اعملها شبابيك برضه اعملها نفس الشيء، هنعملها مثلا زي يافطه مثلا بمشي على نفس خط اللي هربته لنقطه الهروب، واكتب هنا فيه اللي انا عاوزه تمام. هي دي الفكره بتاعت المدخل والشبابيك. طيب بالنسبه للمدخل، لو حابب اعمل مدخل العكس بقى، اخد نقطه الهروب اليمين يعني لان انا كده شايفها من الناحيه دي مش من هنا، يبقى اخد نقطه الهروب اليمين واعمل كده اهو، واخد الخط ده كده خلاص، وابدا اظلله شويه. كده اصبح ايه، اصبح عندي يعتبر مجموعه المباني اللي انا عايزها وضحت اهي، معالمها بانت والشارع موجود والرصيف، وسبت مكان هنا زي ما قلت لكم علشان لو انت عايز ترسم فيه اي حاجه. طب انا عايز ارسم مثلا هنا طريق، خلاص انا سبت مكان اللي تحت اهو. عايز مثلا لو هو كان سوق شعبي مثلا وحبيت ارسم ناس بتبيع وحد واقف بايس كريم، لا مثلا حد عايز شايل سوق شعبي وحاطط بضاعه وبيبيع وبيشتري فيها، يبقى في الحركه في كلها فين في الجزء دوت ماشي. عايز ارسم مثلا اشجار، ممكن ارسم قدام العمارات هنا اشجار عادي، اخد خط نقطه الهروب وارسم. عايز ارسم اشجار ورا مفيش مشكله عادي، ارسم اشجار من ورا اهو، يعني كل حاجه يا جماعه ايه متاحه في المنظور. حبيت ارسم هنا مثلا تحت هنا في الجزء دوت ناس مثلا واقفين بيسلموا على بعض، ناس ماشيين، حبيت اعمل زي جزيره هنا وطريق تاني للعربيات برضو ينفع كل شيء خلاص. الجزء اللي فوق انا سبته الفاضي برضو هنا، سبت مسافه فاضيه ليه؟ علشان خاطر السما ما يبقاش عيني متضايقه ومخنوقه، لا سبت اللوحه ما تبقاش مخنوقه، فيها يعني فيها جزء مفتوح، وبعدين اقدر ارسم فيها السحاب، اقدر ارسم فيها شمس، اقدر ارسم فيها طيور وهكذا. ماشي يا جماعه. طيب لو حبينا نزود حاجه مثلا دلوقتي، لو انا مثلا عايز اعمل مثلا وليكن اللهم صل هنا فيه، اعمل مثلا واحد ماشي هنا مثلا، حبيت ارسم واحد هنا، ماشي ارسم واحد ماشي هنا. طبعا انت بترسم مش بترسم بالتفاصيل لان انت مش تحتاج اصلا التفاصيل، احنا مش بنرسم مثلا شخص وبورتريه وكده، لا ده احنا بنعمل حاجات بسيطه بحيث ان هي بس ايه بتديني احساس ان في حد مثلا ماشي
هنا في المكان ده. خلاص يا جماعة، وهكذا ماشي. لو معاه شنطة مثلا وهكذا. خلاص اللي انت بتحلم بيه واللي انت عاوز تعمله هتقدر تعمله من خلال المنظور، تمام. طيب لو حبيت مثلا هنا ارسم مثلا زي ولد مثلا وبيسند مثلا امه الكبيره بينزلها من على الرصيف مثلا، ماشي عادي برضو نقدر نعملها بسهوله ومفيش فيها مشكله. اهو اعمل كده اهو، ودي رجليها ودي الرجل التانية اهي، حاجه كده ايه يا دوب بس ايه تبين، يعني تبين ان هو في هنا ايه انسان او كده. دي الرجل الاولى هتنزل من على الرصيف لسه اهي، وبعدين هنا دي الرجل التانية خلاص، ومعاه هنا ايه، ومعاه هنا مثلا عكاز سند عليه تمام بايديها، كلها خطوط بس كده. والايد التانية اهيت، وابنها ايه، ابنها هيبدأ يمسكها بايده اهو، الولد كده مميل راسه. حتى لو دارت على الرصيف ودارت دارت على الاشكال دي عادي خالص مفيش مشكلة، هو ده الصح. الصح ان الحاجات دي بتداري على اللي وراها، تمام. اه بيسند مثلا، بيسند امه، وده دراعه التاني خلاص، وهنا ايه واقف اهو برجوله بسيط خلاص. اه رسم بسيط وايه وبيدي شعور واحساس بالحركة في الموضوع. خلاص يا جماعة. بعدها لو حبيت مثلا ازود اي حاجة، مثلا عايز ازود هنا في الاخر مجموعة اشجار طالعة من هنا، اه ينفع والله. اه اشجار اهي مفيش مشكلة خالص، اعمل اشجار، اعمل زي ما انت عايز مفيش مشاكل. خلاص اهي زي اللي عملناها فين قدام. عايز تعمل لها حاجة كده زي جزع قدام البيت، اعمل لها جزع قدام البيت مفيش مشكلة خالص، كل شيء متاح زي ما قلت لك، حتى لو دارت على الشيء اللي قبلها ماشي. طبعا الاشجار مش هتبان كلها من ورا، هتبان ايه جزء بس منها، ده اللي ورا دي، اما اللي في القدام خلاص اللي قدام بيتبان منها الجزء، اصل احنا ايه رسمناه قدام البيت ماشي الحال. طيب بالنسبه للي عايز مثلا اعمل شبابيك، اعمل مثلا حاجه هنا في الواجهه بتاعت الابراج ديت، ابدا اعمل ايه، اخد الـ هنا من نقطه الهروب وابدا امشي على، يعني مثلا لو عايز اعمل البرج الاولاني ده او العماره الاولانيه اهي، شايفين يا جماعه ازاي واضحه يا جماعه اهي بسهوله خالص، وامشي بنقطه الايه الهروب اهو تمام اهو كده وهكذا. خلاص طيب حبيت مثلا اعمل خطوط في عموديه، خلاص العمودي اتفقنا ان هو يكون موازي لايه للورقة بتاعت الكراسة. تمام؟ طيب. طيب حبيت ما اعملش كده، اعمل مثلا واحد كده واسيب التاني، ماشي، بعمل كده واسيب التالت كده واسيب الرابع براحتك. طب اعمل هنا العكس، ماشي مفيش مشكلة خالص براحتك برضه. زي ما أنت عاوز، زي ما أنت عاوزها، خلاص؟ أه. سهل كده، أنت كده بس إيه؟ بتعمل يعني تشكيل بس في الإيه؟ في الواجهة بتاعت العمارة، ماشي الحال؟ هنا مفيش يبقى اللي بعدها، خلاص؟ وهكذا. هنا نفس الشيء هنا كده يا جماعه، تمام اتفقنا. واضح كده انا عملت ايه الواجهه بتاعت البيت الاولاني. تمام طيب بالنسبه للبيت الثاني المفروض مثلا كلهم هيبقوا زي بعض. طب لو واحد عاوز يغير هعمل لك حاجه شكلها مختلف، وانت بعد كده براحتك اختار اللي انت ايه اللي انت عاوزه اشتغل عليه. اخد برضو من نقطه الهروب اه، خلاص في باقي العمارات نفس الشيء. طيب ارجع هنا في الجنب، طيب لو حبيت اعمل مثلا هنا شكل تاني برضو هستخدم نور الهروب، ولكن نور الهروب من ايه؟ نور الهروب اللي هي كانت هنا ولا نور الهروب اللي هنا؟ هستخدم، لو انا هستخدم في الواجهه دي يبقى استخدم نور الهروب اللي على الشمال، طب لو بستخدم الواجهه دي اللي في الجنب اللي هو الجنب يبقى استخدم نور الهروب اللي على ايه؟ اللي على اليمين. ادي اهو خدها اهيت كده، واحد
اتنين، خط تالت، خط رابع، خط خامس، تمام. وابدأ بعد كده ايه ممكن اعمل فيه مثلا حركة زي دي كده مثلا، واعمل دي مش هتبان، واعمل دي كده كامل ودي مش هتبان عشان العمارة الاولى مدارية عليه، ودي مش هتبان، واعمل كده ودي مش هتبان، وهكذا. خلاص يا جماعة، يبقى انا كده عملت ايه اشكال مختلفة وشغلت بيها زي شبابيك صغيرة للعمارات. طبعا بالنسبة للظل مفروض بيبقى فيه ظل، والظل بيبين طبعا الاشكال اكتر وافضل. لكن الفيديو اللي انا عملته اللي هو كان رقم 2 ممكن ترجعوا له وتشوفوا طريقة الظل وتبدأوا ايه تظللوا المباني مع المنظور، بصراحة بتبقى شكلها خطيرة جدا جدا، وبتديها طبعا احساس وتجسيم بالايه بالمصداقية والبعد الثالث بشكل رهيب. نفس الشيء هنا لو حبينا مثلا نعمل، انت حبيت بقى تعمل مثلا جزء وتسيب جزء كأنه في الشبابيك وتدي كل واحد تعامله بمنظوره وبالاضاءة اللي وقع عليه، براحتك بقى بعد كده. طيب لو انا مثلا حبيت اعمل هنا حاجه، ممكن تعمل بقى هنا حاجه، تعمل مجموعه من مثلا احواض الزرع، تعمل جزيره، تعمل عربيات رايحه وجايه، زي ما قلت لك براحتك. خلاص ده كان ايه اهم شيء بالنسبه لتعلم قواعد المنظور احنا طبقنا النهارده على الدرس اللي خدناه. طيب لو حبينا هديكم بص كده يعني حاجه سريعه، لو حبيت مثلا اعمل هنا زي حوض مثلا قدام الشكل دوت، قدام في الشارع، قدام قدام مجموعة العمارات، هنبدأ ايه ننفذها. يعني هاخد برضو نقطة من نقطة الهروب، واخد مثلا خط كده وليكن في نص الايه في نص الشارع كده مثلا، واعمل ده اوسع منه شوية وده ايه اقل منه، خلاص. وهقابلهم من الناحية التانية بنفس اللي انا عملته ده بالظبط، هاخد من نقطة الهروب دي واجي هنا مثلا عايز نهاية حدود الحوض لحد هنا، خلاص ابدأ اعمل كده اهو كده، والخط التاني هيبقى اصغر شوية اهو، والخط التالت اللي هو هيبقى ايه اكبر، اللي هو مساحة الحوض اللي انا عايزها نفسها. واخدين بالكم يا جماعة من الجزء دوت؟ واضح ازاي اهو باين الجزء ده من نقاط الهروب اليمين والشمال وتقاطعاتهم، خلاص. وابدأ بعدها هعمل كده، اجي بقى هنا في الزاوية دي واخد خط عدل موازي للصفحة، وهنا اخد خط برضو عدل ويكون موازي للصفحة، تمام. انا كده حددت الحوض بتاعه اهو اهو، خلاص كده. وهنا نفس الشيء اخد برضو هنا خط موازي للخط ده اهو، تمام كده. وهنا نفس الحكاية، سهل يا جماعة الموضوع، الدنيا سهلة خالص، وطالما انت ايه ماشي بقاعدة المنصور الصحيحة ترسم صح. واعمل هنا مثلا ارضية اللي هي الجزء اللي داخل، الجنب اللي باين من جوه والجنب اللي باين من هنا، عشان واقف هنا فشايف ده. طبعا لو انا عايز اعمل بقى هعمل برضو نقاط هروب تانية هنا نفس الشيء، واكمل اصغر واخلي الحدود هنا اقل، وبعدين اخد الحدود التالت واصغر وهكذا. ماشي يا جماعة واضح؟ بالنسبة يا جماعة لحوض الزرع، احنا هنرسم فيه مجموعة مثلا من الورود، مجموعة من الاعشاب زي كده، فانا بعمل كده تمام. ممكن اعمل ورقة هنا كده، اعمل ورقة تانية هنا، خلاص بعمل مجموعة من الورود، في ورد خارج بره كده مش هيضر، مفيش مشكلة، في اجزاء هتدار عادي خالص، وارد يحصل كده مفيش مشاكل، خلاص. اعمل هنا ورق، اعمل هنا ورق تاني مدار على الورق اللي قبله بالشكل ده كده كده مثلا،
ورقة تانية هنا وهكذا، في ورقة برة كده، في ورقة هنا وليكن، في كده الناحية التانية ورقة تانية هنا وهكذا. خلاص. وبعدين في الأجزاء بقى اللي جوه دي أبدأ إيه أغمقها عشان بس الورد والورق هو اللي يظهر زي ما انتوا شايفين كده. تمام كده، اعمل ورقة مثلا هنا بس. دي فكرة الايه، فكرة حوض الزهور. طيب بعد كده بقى هبدأ اعمل مثلا هنا بقى ايه ورود مثلا. لو الورود درت على الجزء دوت عادي جدا مفيش مشكلة خالص، اعمل هنا مثلا وردة، زي املى بقى الحوض دوت بقى بأي حاجة عندك. المهم يا جماعه المنظور عشان تعمله صح، الخطوط كلها اللي هي الراسيه تكون موازيه لبعضها، الخطوط الثانيه الافقيه كلها تكون موازيه لايه، الحرف الورقه دوت، خلاص ما يبقاش فيهم ميلان نهائي. ماشي يا جماعه. بالنسبه للخطوط اللي هي الافقيه والراسيه خلاص عرفناها، بالنسبه للخطوط اللي هي متهربه دي كلها راح على نقطتين الهروب. تمام خلاص كده انا عملت ايه، حوض الزرع ده شكل جميل جدا في الشارع، بقفل الاجزاء اللي جوه خلاص، اداني منظر تحفه في الشارع. ابدا اكمل زي ما قلت لكم هناك في الناحيتين التانيين ورا هنا وهنا. طبعا كل ما بنبعد قاعدة في المنظور كل ما الأشكال بتصغر، وزي ما قلت لكم تقدر تعمل أشخاص مكان البيوت، تقدر تعمل أشجار مكان البيوت، حاجات كتيرة جدا تقدر تعملها وتنفذها طالما أنت عرفت الإيه القاعدة وماشي بيها. كده أصبح عندي الموضوع يعتبر اكتمل. طبعا انت عايز تزود فيه براحتك، زود ما يعني ما عندكش اي مشكله، حبيت تضيف فيه حاجه تضيفي، انت عاوز ترسم فيه اشياء تانية وتزودها ما فيش اي مشكله خالص. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.